قناة نادي الجراد العالمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الصفحات الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فيسبوك وإنستغرام وحتى التيك توك، وهما ثلاثة غادي تلقاهم تحت في الديسكريبشن. ودابا نخليكم مع الانترو. قبل ما ندوزو خوتي الرجاويين خوتي الرجاويات الفيديو ديالنا، بغيت نقول لكم الا كنتي باغي دير الحجامه اولا عندك شي اعراض في الذات ديالك وباغي تنظف الذات ديالك او تنظف الدم ديالك، ما عليك الا بالاخ والصديق ديالي عبد الهادي اللي هو مركز عبد الهادي للحجامه والتدليك الطبي. فخويا عنده خدمه نقيه، خدمه زوينه. الا بغيتي تواصل وتحجز الموعد ديالك، ما عليك الا تدخل وتتصل اولا تبعث ليه على الواتساب اولا في الصفحات الرسميه ديالو على فيسبوك والانستغرام. هي الصفحه سميتها مركز عبد الهادي للحجامه والتدليك الطبي، وبالتوفيق الاخ عبد الهادي. ونبداو دابا خوتي الرجاويين خواتاتي الرجاويات الفيديو ديالنا على بركه الله. مهدي ازوار يعود المدرب عبد الله هدام الذي يغيب عن الفريق النسوي هذا الاسبوع لظروف عائليه، وبالتوفيق لابن فريق الرجاء العالمي. واتفاق نهائي بين مكتب مديري نادي الرجاء الرياضي ونظائرهم نهضة أتلتيك الزمامرة يقضي بانتقال الحارس مروان فخر للصقور على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي. الأمور لم تتوقف هنا، حيث وافق مسؤولو القلعة الخضراء أيضا على بيع عقد لاعبهم عبد الحي فرصي بشكل نهائي لنادي نهضة أتلتيك الزمامرة في انتظار توقيع العقود بشكل رسمي في غضون الساعات القليلة القادمة. وبالنسبة للميركاتو فريق الرجاء الرياضي الشتوي راه تسد بنسبة كبيرة، حيت كنشوف الناس بزاف مازال عندهم واحد الامال وشي مازال كيتسنى وشي كيكتب على اساس راه كيقراو اش كنكتبو. خوتي غير سيرو ترشاحو، عينا ما نطلبو وعينا ما نهضرو، وهذا الشيء اللي عطى الله في الفلوس. حتى الا كانوا شي صفقات في الساعات الاخيرة غادي تكون صفقات للمستقبل باللاعبين الشباب، يعني بلا ما تبقاو تنتظرو اي او بلا ما تبقاو تسناو اي جديد بالنسبة الانتدابات الشتويه، فهي راها حبسات هنايا وما بقى كاين حتى واحد لا اللي غادي يجي او لا اللي غادي يمشي. يدخل المنتخب الوطني المغربي مباراه الغد وهو يعاني من غياب واحد من اهم اسلحته الهجوميه، والحديث عن سفيان بوفال الذي انتهت رحلته في كان كوت ديفوار 2023. ولان المصائب لا تاتي بنسبه كبيره سينضم الساحر حكيم زياش هو الاخر الى لائحه الغائبين عن مواجهه المنتخب المغربي ضد المنتخب جنوب افريقيا. لكن كل ما سبق ذكره لن يقلل ابدا من ثقتنا التامه في الناخب الوطني وليد الركريكي وباقي اللاعبين في تحقيق الانتصار وكسب بطاقة التأهل للدور الربع النهائي. وجدير بالذكر أن نصر المزراوي قد تماثل للشفاء وقراره مشاركة في قادم المباريات بين يدي المدرب. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد، ونتمنى الشفاء العاجل لكل من حكيم زياش وسفيان بوفال. الأغلب الناس اللي تفرجوا في المباراة الأخيرة بين فريق الرجاء العالمي ووهان الصيني شافوا واحد الكارثة وقعت بين الشرطة الإماراتية والجماهير الرجوية التي كانت متواجدة بالمدرجات اثناء المباراه. لقيتها اللي الجماهير غداش كتغنى بالاغنيه رجاوي فلسطيني، فقاموا رجال الشرطه الاماراتيه باعتقال المشجعين الرجاويين. والان الافراج عن المشجعين الرجاويين بعد تدخل اعضاء المكتب المديري ورئيس للنادي لتوضيح الامور مع الشرطه الاماراتيه نصورا وجامين ركعوا. سنبقى على العهد، عاشت فلسطين الحره. وهنا خوتي الرجاويين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا السالة، و الى عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش انك تدوز عندنا الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه فيسبوك انستغرام وتيك توك، هما غتلقاهم ثلاثه لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعايه الله وحفظه، ديما رجاء وتعيش الرجاء.